بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد. وبعد، في يوم من الأيام جلست سارة في غرفتها تحدق في المرآة. كانت ترتدي الحجاب الذي اعتادت عليه منذ صغرها، لكنه اليوم بدا وكأنه عبء ثقيل، ليس لأنه ثقيل على رأسها، بل لأنه أصبح محور النقاشات في كل مكان تذهب إليه. شعرت بأنها بين عالمين متناقضين، عالم الإسلام الذي يحيطها بالقيم والهوية، وعالم غربي يطالبها بالتنازل عن تلك القيم بحجة التقدم والتحرر. سارة مثل الكثير من النساء المسلمات اليوم تجد نفسها في صراع دائم بين الحفاظ على هويتها الدينية ومواجهة ضغوط التغريب. الهوية الدينية جذور راسخة، ولكن المرأة المسلمة تجد في دينها ملجأ وقوة، فقد كرمها الإسلام وأعطاها حقوقا لم تحصل عليها النساء في أي حضارة أخرى. يقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في هذه الآية البسيطة تكتمل معادلة المساواة بين الرجل والمرأة، حيث يفرض الإسلام العدل لا التمييز. كذلك نجد في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، مما يوضح مكانة المرأة ودورها كشريكة في المجتمع والمسؤوليات. لكن في الوقت ذاته تواجه سارة وكثير من النساء المسلمات تحديات ثقافية وتاريخية جاءت مع موجات التغريب، تلك التي تقول لها: تحرري، اخلعي الحجاب، لا تكوني مختلفة. ولكن هل التحرر يعني أن تتخلى المرأة المسلمة عن دينها؟ هل الحجاب هو رمز للقيود أم هو علامة على الفخر والانتماء؟ التغريب، ضغط من كل مكان. عندما تسافر سارة إيروبتها مضطرة لمواجهة نظرات التحيز. بعض الناس يرون في الحجاب رمزاً للقمع والرجعية، يتحدثون عن تحرر المرأة وكأنهم يمتلكون تعريفاً واحداً لهذا المصطلح. الإعلام الغربي يضخم هذه الصورة ويجعل من المرأة المسلمة وكأنها ضحية تحتاج للإنقاذ، لكن الحقيقة عكس ذلك. المرأة المسلمة تعرف حقوقها، تعرف حدودها، وتعيش وفق منظومة قيمية تهدف لحمايتها وليس لقمعها. في إحدى المرات، وبينما كانت سارة تسير في شوارع باريس، توقفتها امرأة وقالت لها: ألا ترغبين في أن تكوني حرة؟ لماذا ترتدين هذا الحجاب؟ أجابت سارة بابتسامة: أنا حرة في اختياري، الإسلام هو الذي جعلني أختار هذا الطريق وهو الذي أعطاني حريتي. تلك الإجابة لم تكن مجرد رد على تساؤل، بل كانت دفاعاً عن هوية تمتد بجذورها إلى قرون من العزة والكرامة. التغريب يهاجم من الداخل أيضا، لكن التغريب ليس فقط ما يأتي من الخارج. داخل المجتمعات المسلمة بدأت مفاهيم جديدة تترسخ. البعض يرى أن تبني الثقافة الغربية هو السبيل الوحيد للتقدم. تشاهد سارة الإعلانات على التلفاز، تجد المرأة المسلمة ممثلا فقط كضحية أو رمز للقمع، وتسمع النقاشات في المدارس والجامعات حيث يتحدث البعض عن ضرورة تحرير المرأة المسلمة، ويقصدون بذلك تحريرها من دينها. الإسلام في المقابل لا يعزل المرأة ولا يحرمها من التقدم، بل يفتح لها أبواب العلم والعمل والاجتهاد. يقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. طه، وهذا الخطاب يشمل النساء والرجال على حد سواء. لكن بعض الأصوات الغربية تصور الإسلام وكأنه عدو للعلم والحضارة، والحقيقة أبعد من ذلك بكثير. المرأة المسلمة كانت في يوم من الأيام قائدة ومعلمة وطبيبة، ولم يكن الحجاب عائقاً أمام تقدمها. الاستفادة من الغرب دون الذوبان فيه. ليس هناك شك أن العالم الغربي يقدم الكثير من التطورات التكنولوجية والثقافية التي يمكن للمرأة المسلمة الاستفادة منها، ولكن يجب أن يكون ذلك دون أن تفقد هويتها. الإسلام دين يعزز القيم ويضع للمرأة حقوقاً لا يمكن التغاضي عنها. التوازن بين الاستفادة من العلم الغربي والحفاظ على الجذور الدينية هو المفتاح.